اليوم وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة سنطلقوا الحملة 21 لمحاربة العنف ضد النساء، وهذه الحملة سنطلقوها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكتجي في إطار 16 الأممية لمحاربة العنف ضد النساء. وهذه المبادرة اللي هي كما قلت الدورة 21 اللي بلادنا كتنهجها في إطار في إطار محاربة العنف ضد النساء والنهوض بحقوق المرأة، تفعيلا للتوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها للنساء ولوجهن لحقوقهن كاملة. ويأتي هذا اللقاء أيضا وهذا الإطلاق ديال هذه الحملة في إطار تفعيل مجهودات الحكومة فيما يخص الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وخاصة المحور الثاني ديالها اللي هو الحماية والرفع. وفيما يخص وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة اللي كما قلت قامت بواحد بإطلاق عدد من البرامج حسب مقاربة متعددة الأبعاد. هناك الوقاية اللي تجي في إطار أولا التحسيس، وهذه الحملة داخلة في التحسيس، ولكن أيضا مواكبة الأسرة من أجل محاربة العنف من داخل الأسرة، وخاصة تملك ثقافة المساواة والتنشئة الاجتماعية على المساواة بالنسبة للأطفال من داخل الأسرة. وأيضا المقاربة الثانية اللي هي الحماية، ووزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة كانت لقات 2022-82 مركز لمحاربة العنف ضد النساء في إطار إعلان مراكش 2020 اللي كترأس سمو الأميرة الجليلة للا مريم. وهذا السنة وصلنا 105 ديال المراكز مفعلة في جميع الأقاليم اللي فيها الإيواء الاستعجالي بالنسبة للنساء ضحايا العنف. نبغي نشير أيضا المقاربة الثالثة اللي هي المقاربة الزجرية أو القانونية اللي فيها متابعة المعتدين على النساء، لأن الجميع خصو يعرف بأن العنف ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون 113 وعدد من القوانين على حسب جميع أنواع العنف. فهذا مهم جدا أننا نعرفوا بأن حتى واحد ما عنده الحق أنه يعتدي على النساء، وهناك القانون لتحمي النساء. البعد الرابع هو بعد التمكين، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة مع جميع القطاعات الحكومية كما كتعرفوا في إطار الخطة الحكومية الثالثة برنامج تمكين والريادة، لوزارة التضامن عندها جسر التمكين والريادة اللي سجلنا فيه 65 ألف امرأة اللي كتكون المواكبة ديالها، لأن التمكين الاقتصادي هو رافعة أساسية للخروج من دوامة العنف. فإذا هاد الحملة هاد السنة غادي خلال 16 يوم وزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة مع القطاعات الأخرى وعدد من الشركاء كاين أنشطة للتحسيس للتوعية. والشعار ديال الحملة هاد السنة هو من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات. اللي كنتكلموا على البيئة راه هي البيئة ديال الأسرة، البيئة ديال الوسط العمومي، البيئة ديال المدرسة، البيئة ديال الشغل. فإذا علينا جميع التعبئة من أجل محاربة العنف ضد النساء. يتم اليوم إعطاء الانطلاقة للحملة 21 لمناهضة العنف ضد النساء، واللقاء اللي كنظموه اليوم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، هو لقاء اللي كيجي في بهذا المناسبة. وكل سنة كيتم تنظيم هذه الحملة حول بعض الشعارات والمحاور. هذه السنة الحملة كتمحور حول محورين أساسيين. أولا المحور الأول هو العمل على خلق بيئة آمنة وحامية للنساء من جميع أنواع العنف، والمحور الثاني هو ترسيخ ثقافة التبليغ حول جميع الحالات العنف. هذه السنة الحملة اللي غتستمر حتى 10 ديسمبر غدا تعرف المحطات، أبرزها ثلاث محطات. المحطة الأولى اللي غيتم من خلالها القيام بحملات تحسيسية على مستوى جميع الأقاليم المملكة وبشراكة مع التعاون الوطني ومع وكالة التنمية الاجتماعية وكذلك المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. المرحلة الثانية هي مرحلة اللي غتعرف لقاء كبير على المستوى الوطني اللي من خلاله غادي يتم الاستماع لجميع مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف. والمرحلة الثالثة هي مرحلة اللي غتاخد واحد الصبعة رقمية
لانها غتكون حمله رقميه اللي غادا من خلال اللي غتعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا يعني بهذه المناسبه لازم اننا ننوهوا بالجهود اللي كيقوم بها المؤسسات الحكوميه في المغرب وعلى راسها من وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره، لكن كذلك لابد ان لا ننسى يعني المجهودات الجباره اللي كتقوم بها منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، الا انه من ناحيه النتائج تبقى النتائج متواضعه لحد الان، وارقام يعني البحوث الميدانيه اللي قامت بها المندوبيه الساميه للتخطيط في هذا المجال، وهي بحثين ميدانيين واحد في 2009 وواحد في 2019، بينات على انه كاين هناك انخفاض في تفشي ظاهره العنف، ولكن تبقى انخفاض يعني طفيف من 62.8% الى 57%، الانخفاض ديال 5 نقاط تقريبا او 6 نقاط على مدار 10 سنوات، اي كل سنتين كربحوا نقطة، فهذا كيبقى يعني ضعيف جدا، مع الإشارة إلى أنه تفاقمت خلال هذه الفترة يعني أشكال العنف الأسري وكذلك العنف الرقمي. فالعنف الرقمي مثلا كيخص ما يفوق 38% من النساء، إذا أخذنا النساء بصفة عامة، ولكن إذا أخذنا فقط الفتيات والشابات اللي عمرهم ما بين 15 و 25 سنة، فالعنف الرقمي كيعيشوه بنسبة 58%، وهذه نسبة جد مرتفعة، ولذلك ففرصة الحملة الحالية لمناهضة العنف هي فرصة لتكثيف الجهود والاستفادة من التجارب السابقة والعمل يعني على أخذ الإجراءات اللازمة سواء على المستوى القانوني أو على المستويات الأخرى للحد من الظاهرة، والعمل على يعني تنحيتها في المستقبل إن شاء الله.